السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة وماسك للعناية بالبشرة. هذا الماسك يخلصنا من التجاعيد والخطوط إذا كانت موجودة في الوجه. بالنسبة لماسك اليوم، مع المداومة يعني فترة من الزمن ومع العناية واتباع الخطوات التي سأقدمها، سوف نتحصل على نتيجة رائعة إن شاء الله. بالنسبة لموضوع اليوم هو التجاعيد وترهل البشرة ومكافحة الشيخوخة. هذا الموضوع تقريبا صعب قليلا، ولكن مع المداومة مع العناية واتباع النصائح سوف نحصل على نتائج رائعة إن شاء الله. بالنسبة لماسك اليوم، سنقوم بعمل ماسك للوجه أو كريم للوجه، نستعمله كماسك مرتين أو 3 مرات في الأسبوع. بالنسبة لهذا الماسك ضروري جدا، يتبعه مرطب. يعني بالنسبة للتجاعيد ضروري أننا نقوم بعمل ماسك مع مرطب، لأن البشرة تكون جافة جدا، وبالتالي المرطب ضروري جدا. بالنسبة للماسك قلت يكون عبارة عن مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع، أما المرطب فسيكون بشكل يومي حتى نتحصل على النتيجة المطلوبة، وبعدها نستعمله من مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع. يعني تقريبا في الأيام الأولى نستعمله بشكل يومي، ثم نخفف من عدد المرات. أيضا هذا الماسك له مزايا عديدة جدا، وهي أنه يفتح ويصفي الوجه. مكوناته بسيطة جدا، سنقوم بعملها مباشرة معكم الآن. قبل ذلك دائما أتمنى منكم لايك وشير للفيديو حتى يستفيد أكبر عدد من الناس، وأيضا حتى أحس بالدعم منكم لكي أقدم لكم الأفضل. وأيضا الزوار الجدد أتمنى منهم اشتراك، وأكيد أنتظر آراءكم وتعليقاتكم الجميلة، وأي نصائح أو تجارب قمتم بها حاولوا أنكم تكتبوها لنا في التعليقات حتى يستفيد غيركم منها. نبدأ مباشرة في عمل الماسك. بالنسبة للماسك سنحتاج أول شيء إلى تقريبا فنجان من الماء، الماء العادي، من الأحسن أن يكون ماء معدني أو ماء يكون صافي يعني مضمون. نحتاج مقدار فنجان من الماء، ثم نضيف له المكون الآخر وهو النشا أو الكورن فلاور أو مايزينا، يعني كل منطقة لها تسميتها. نضيف ملعقة صغيرة من النشا، هذا بالنسبة للماسك. بعد الماسك سنقوم بعمل المرطب. نحاول أول شيء إذابة النشا جيدا في الماء. مقدار فنجان من الماء، نضيف له ملعقة صغيرة من النشا. نخلط جيدا، ثم نفرغ هذا الخليط في إناء ونضعه على نار قليلة جدا، ونبدأ بالتحريك حتى يصير الخليط ثقيل نوعا ما. نستمر في التحريك على النار حتى يصير الخليط ثقيل. أنا حضرت كمية من قبل بهذا الشكل، يعني تحصل على الخليط يكون ثقيل بهذا الشكل. لاحظوا أنه لا يكون ثقيل كثيرا ولا يكون خفيف، هذا هو القوام المطلوب. نفرغ الخليط في الإناء، تحصل على خليط بهذا الشكل.
ثم نضيف له مكون واحد وهو الفيتامين A أو ما يسمى لفيتامين A أو بالعربية فيتامين ه. نضيف كبسولة كبيرة من الفيتامين A، وإذا كانت الكبسولات صغيرة ممكن أننا نضيف كبسولتين صغيرتين، أو إذا كان في قارورة نضيف تقريبا أقل من نصف ملعقة صغيرة من هذا الزيت، ونخلط جيدا المكونات أو المكونين مع بعض. هذا بالنسبة للماسك. طريقة الاستعمال بسيطة جدا، نقوم بتنظيف البشرة جيدا. إذا كان عندنا جهاز السيليكون الخاص بالتنظيف Forever ننظف به البشرة، ثم نستعمل هذا الماسك. نضع طبقة سميكة من هذا الماسك على البشرة تكون نظيفة جيدا. وبعدها نترك هذا الخليط أو هذا الماسك على البشرة تقريبا لمدة نصف ساعة حتى يجف تماما. أكيد نحاول أننا نسترخي أثناء هذه الفترة، وبعدها نقوم بغسل الوجه جيدا. بالنسبة لهذا الماسك، إذا كانت تجاعيد عميقة نستعمله 3 أو 4 مرات في الأسبوع، إذا كانت عبارة عن خطوط فقط نستعمله 2 أو 3 مرات تكفي. بالنسبة لبقية الخليط نحتفظ به في علبة زجاجية محكمة الإغلاق، ممكن أن نحتفظ به لمدة 3 أو 4 أيام في الثلاجة. وبعدها نأتي إلى المرحلة الثانية وهي عمل المرطب. وقلت أن المرطب ضروري جدا، يعني لا نستطيع استعمال الخلطة الأولى فقط لوحدها، ضروري أننا نستعمل الوصفتين مع بعض. نحتاج في هذا المرطب أول شيء إلى زيت جوز الهند، ضروري جدا أن النوعية تكون جيدة. نضيف تقريبا مقدار ملعقة، يعني الكميات تكون متساوية من المكونات التي سأضيفها. أنا عندي زيت جوز الهند هنا متجمد أو ثقيل بسبب البرد. ثم نحتاج إلى إضافة المكون الثاني وهو زيت اللوز الحلو، نضيف أيضا نفس المقدار تقريبا، نفس الكمية زيت اللوز الحلو مقدار ملعقة. صغيرة نخلط جيدا أول شيء الزيتين مع بعض، ثم نضيف المكون الآخر وهو جل الصبار أو جل الألوفيرا، نضيف أيضا تقريبا ملعقة صغيرة من جل الصبار. أكيد إذا توفر عندنا جل الصبار الطبيعي الذي نستخلصه من النبتة يكون أحسن، إذا لم يتوفر نستعمل الجاهز. بالنسبة للخليط هذا نستعمل كمية منه، والبقية نحتفظ بها أيضا للاستعمال اليومي مدة طويلة، خاصة إذا استعملنا جل الصبار الجاهز يعني لن يحدث لها أي شيء. نتحصل على كريم مرطب رائع بهذا الشكل، ممكن يستعمله أي فرد من أفراد العائلة، لا يضر ولا يؤذي البشرة، بالعكس يعطي تفتيح ونضارة للوجه. طريقة الاستعمال بسيطة جدا، من الأحسن نستعمله في الليل يعني قبل النوم تقريبا بساعة قبل النوم، نوزع كمية من هذا الكريم المرطب على البشرة نظيفة أكيد، ونقوم بالسحب من الأسفل إلى الأعلى تحت العينين، نقوم بالطبطبة فقط، ثم نتركه على الأقل ساعة، وبعدها نقوم بمسحه بقطعة قماش ناعمة أو بورق
ناعم وننام، يعني لا نقوم بغسله، نمسحه فقط وننام، وفي الصباح نقوم بغسله. نستمر على هذا المرطب يوميا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة. هذه هي وصفة اليوم، شكرا لكم على